أحبتي المشاهدين إلى أربيل وإلى الأجواء بعد رفع الحظر وأقبال الناس على التسوق في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك. خلينا نشوف هذا التقرير مع خالد إبراهيم. الأسواق في مدينة أربيل تشهد إقبالا من قبل المواطنين للتبضع والتجول في هذه الأسواق، وخصوصا خلال أيام الشهر الفضيل وبعد رفع الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة. كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للشهر المضم بالمناسبة مفتوح السوق على الجميع، وأربيل أكو خصوصية من أربيل، أربيل ليالي أربيل حلو بالرمضان، بس بسبب هذا المرض الفيروس الكورونا الذي يعني اجتاح كل العالم، والعراق والكردستان هم دخل على هذا المرض، والحمد لله والشكر هسه بدأ شوية يفتح على الناس، والمرض على نهايته إن شاء الله بإذن الله. وهذا الفضل رب العالمين وفضل الحكومة الأقليم كردستان التي من بدايتها سيطر على هذا المرض، وبدأ هم يفتح يعني شوية شوية الأسواق والمدينة يفتح على الجميع. وتجد لهذه الحارات والأسواق ميزة تمتاز بها خصوصا خلال أيام شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك وعرض أشهى الحلويات والمأكولات التي تشتهر بها المدينة. إن شاء الله يرجع مثل ما كان ليالي أربيل معروفة بطيبته وبالقهاوية اللي بالشارع الناس تقعد به، بس ندعو من المواطنين هاي اللي انطانا وزارة الصحة إن شاء الله الناس كلها تقوم بواجبات، إن شاء الله هذا المرض يفرج علينا وعلى أمة محمد. هسه هيجي الأسواق المفتوحة هسه يعني زين الحمد لله، يعني الأسواق المفتوحة يعني على مود العالم، يعني هسه تقريبا هالشهرين ماكو سوق، إن شاء الله تصير أمور زين بهذا العيد. دعواتنا بأن يتقبل الطاعات من الجميع وأن يعيد هذه الأيام المباركات من شهر رمضان المبارك على العراقيين أجمع بألف ألف خير. لبرنامج صباح رمضان، خالد إبراهيم، أربيل.